منافسه وامكانيات من مختلف. مستوى تاني مختلف. بس قبل ما اتكلم او الخص معاك تجربته في المانيا، لو تفتكروا كان في لعيب في منتخب المانيا كان اسمه بودولسكي، لعيب كان مهم جدا، اعتقد كان بيلبس نمره 10، ونمره 10 في منتخب المانيا يعني لعيب من العيار التقيل يعني. ايه علاقه مارسيل كولر ببودولسكي؟ ابتدت ازاي وتفاصيلها ايه؟ هو بعد ما ساب سان جالين جاله عرض من النادي الاصلي بقى اللي بيحبه جراس هوبرز، ايوه راح دربهم اخذ معاهم الدوري وكسب كريستيان جروس طبيعي تاني. لانه جراس هوبرز هو نادي يعني بس ما ب... انا هناك حت ايه مثلا نيو شاتل جراس هوبرز جراس هوبرز نيو شاتل وبازل، وبازل بازل اللي في السويسري صلاح صلاح وعمر جابر والنني طبعا، وحمودي دول انديه القمه هم دول هناك. انديه القمه. انا ما بركزش قوي في فترته في جراس هوبرز، هي كسب الدوري بس ما كانش تحديات قوي يعني. اوكي، عنده امكانيات، عنده بالظبط جماهيريه. جاله عرض من كولين، وده اصلا عمل قلبان هناك. انتوا رايحين تجيبوا مدرب سويسري ازاي؟ ازاي في المانيا تروح المانيا تجيبه؟ بتتعامل مع سويسرا على اساس ان ده يعني داون جريد، انا بقى يعني انتوا بتهرجوا مدرب سويسري وحيد جه في تاريخ الدوري الالماني مسك فرقتين وهبط بيهم، فاللي هو اصلا سمعه الدوري المدرب السويسري في المانيا ضايعه يعني. راح كولن مسك بعد حوالي 19 اسابيع، كان الفريق اصلا في المركز اللي قبل الاخير. كولن مش نادي غني فما فيش موارد، راح في الاول هوب نزل قطاع الناشئين، شاف ولد عنده 17 سنه ونص، حته بقى مهارات شويه اجتماعيه ان هو زي ما بقول لك بيعرف يتعامل مع المهاجرين. بودروسكي اصلا من اصل بولندي، ايوه، وهو اصلا كان عايش مع مهاجرين وكده، فاحتضنه وقال له انت يعني انا شايفك انت معايا. بودولسكي لما قعدت اقرا كان بيقول ايه، بيقول لك انا اصلا لو كان حد قال لي هتطلع تتمرن مع الفريق الاول كنت مش هصدقه. هصدق، واحد جاي بيقول لي انت معايا الماتش اللي جاي اساسي. نزل بعد الماتشين لعب قدام بايرن وجاب جون، لعب معاه 19 ماتش جاب 10 تجوان، ومن اليوم ده بودولسكي دخل المنتخب. اوكي، فهو بودولسكي بالنسبه له، يعني هقول معلومه انا مش قادر اوثقها بس انا اتقالت لي من كذا حد، ان مستر مارسيل كولر لما جه مصر بودولسكي كان مبطل بقاله سنه وشويه، قال لهم انا مستعد ارجع العب كوره تاني وارجع اجي العب مع كولر في الاهلي، بس انا المعلومه ما مش عرفتش اجيب متأكد لها منها ارض يعني، مليون في المية. لكن انا سمعتها من كذا حته. سمعتها. فهبط هو للاسف هبط بكولن، بس هو كان اصلا رايح والمريض بيموت يعني. ايوه، بس كل مش او كلون مش تجربته الوحيده، لانه كمان استمر في المانيا بس اعتقد هو بس مع هو بوخم. حته كولن دي اتعلم منها حته شويه، ان هي الصحافه هناك مسكته وبهدلته، لان هو مش من النوع اللي بيدي اخبار للصحفيين، والصحافه في المانيا لو ما ادتنيش اخبار ههاجمك بالظبط، وهخطفك فهو يعني. كان فيها هجوم عليه في الصحافه وهجوم من الجماهير، والوضع كان صعب جدا. اللي يخليك تستغرب، وده اللي خلاني برضو يعني فكرت طب هو هبط بكولن ليه راح بوخم؟ ليه يجي له عرض من بوخم؟ هو بوخم كان في الدرجه الثانيه، بس هو بيقول في الكتاب بتاعه انا ارتحت في بوخم لان الاجواء هناك هاديه، ايوه، والناس واثقه فيا رغم ان امكانياتهم اقل من كولن اول موسم. وفي حد ممكن يقول لك انا احب العب دايما في المضمون، يعني بالظبط انا جيت هنا لقيت الدنيا مش ماشيه، طب ما انا ارجع سويسرا امسك نادي كبير وافوز ببطولات. لكن واضح انه قرر انه المغامره تستمر، هو انه عايز يثبت، يعني فكره انه في شخص كده دايما عنده الرغبه في اثبات الذات، يعني حتى مهما واجهتك عقبات لا انا عندي حاجه عايز اثبتها او حاجه عايز اوصل لها وهعملها او احاول ان انا اوصل لها مهما كانت الحاجات اللي ماشيه ضد التيار. هو الصحفي اصلا ساله في الكتاب بتاعه هو انت بتحب الانديه الضعيفه؟ قال له انا اتظلمت في فتره كولن ما عبرتش عن نفسي، فقلت انا لازم اثبت نفسي في الثانيه رغم انها في الدرجه الثانيه. بوخم بعد اول موسم صعدوا على طول للدوري الدرجه الاولى ونهى الدوري، يعني هو خلص الدوري قبل نهايته بخمس اسابيع كان صعد، فتاثيره طبعا في بوخم بان بسرعه جدا. وده يوريك ان الناس اكيد اللي بتفهم هناك كوره شايفه ان هو حتى مع كولن كان ليه تاثير يعني. طب خلينا نشوف الاول قصته مع بودولسكي وبعد كده نشوف قصته بقى في الدوري الالماني سواء مع كولن او مع فريق بوخم. تعالوا نشوف مارسيل كولر في فتره ريعان الشباب، طبعا لسه كنت بكلم انا وشادي صغير طبعا في اغلب الشوطات، واعتقد ان احنا رجعنا له كده لحظات نوستالجيا كبيره جدا لتاريخه سواء كلاعب او مدرب. تعالوا نشوف مرحله المانيا مع مارسيل كولر. كولر نزل قطاع الناشئين وبص على لعيب هناك ما كملش 18 سنه، لوكاس بودولسكي، لعيب موهوب جدا، جابه اوضه اللبس قال له بص انت لعيب كويس ركز معايا، هاخدك معايا وهتلعب وهتبقى لعيب كويس، بس لازم تنزل الملعب وتضرب نار، لازم توريني انت هتعمل ايه. بودولسكي بيحكي انه ما كانش يحلم ابدا انه هيروح يلعب في الفريق الاول اصلا وينزل ماتش اساسي. بعد تاني ماتش لكولر بودولسكي في الملعب بيتعادل مع بايرن ميونخ بره ملعبهم 2-2، الناس كانت مش مصدقه اللي بيحصل، لكن طبعا في ظل الظروف الصعبه دي من مارس لابريل ست هزايم
هزايم وفي آخر إبريل لمايو 6 هزايم كولن للدرجة الثانية. ويلكمن إن دويتشلاند هير كولر، ويلكم مستر كولر في ألمانيا، ألمانيا غير سويسرا خالص. كولر لما حكى عن الموضوع ده كان الناس بتسأله أنت إيه اللي حصل لك في كولن؟ قال أنا من أول يوم رحت الناس هناك ما كانتش بترحمني، وكان في عنوان كبير في الصحافة الجبن السويسري لماذا نحتاجه؟ أنت جاي هنا تعمل إيه؟ حاول يفرض سرية على التدريبات ويعمل انتظام وانضباط، الناس هناك ما كانتش عاجبها النظام ده. الصحافة حطت صورة طفل صغير ماسك السور وبيقولوا إن كولر حرمه من الكرة اللي بيحبها. ايه الاضافه بصرف النظر عن النتائج، بصرف النظر عن هما تجربتين، ايه الاضافه اللي عملتها تجربه المانيا لاسم مارسيل كولر في عالم التدريب؟ طبعا هو تجربه بوخم انا بالنسبه لي هي تجربه ناجحه. ايوه هو درب 4 سنين و3 شهور تقريبا، حقق احسن ثالث احسن مركز في تاريخ بوخم. انا ليه بسالك السؤال ده؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمه، لانه في نقله نوعيه ثانيه حصلت له بعد المانيا. بالزبط. يعني من مدرب بطولات او انديه كبيره في سويسرا لمدرب انديه ممكن تبقى مش بتنافس او مش من انديه المقدمه في المانيا، لكن بعدها في نقله منتخبات هاجي لها كمان شويه، فدي برضو في حد ذاتها لازم تخليك تقول لك ليه ممكن منتخب يراهن على اسم زي مارسيل كولر في التوقيت ده او في المرحله دي من مشواره كمدير فني. يعني في تريكه كده هقولها برضو. أيوة. قالها هو، اتكلم عليها هو، كان مشكلته في المانيا الاساسيه هو كولر زي ما انت شايف كده راجل مؤدب قوي. يعني ما السويسريين كده لا هو يعني ليهم بروفايل كده رهيب، غير الطليان مثلا. الطليان تلاقي صوت عالي وتلاقي ثقافه بحر متوسط، بحر مثلا متوسط. يعني هم الالمان تلاقيهم جد جدا بس ناشفين جدا. يعني هو يعني زي في المانيا بيتعاملوا معاه ان انت اقل مننا ككوره. تمام. وطبعا بيلعب مع انديه ما بتعملش نتائج رهيبه، فطبيعي الهجوم بيبقى اسهل يعني. رغم ذلك هو عمل انجاز كبير في بوخم اصلا. أيوه. هو التاني موسم ليه، بدا الموسم بنتائج وحشه جدا، ورغم ده هو استمر مع بوخم بعد ما طلعه سنين للدوري البوندز ليجا. يعني هو الدرجه الاولى اول موسم ليه في البوندز ليجا. أيوه. طلع تامن الدوري رغم ايه؟ رغم ان هو اول 7 ماتشات خسر منهم 5. لكن هو كان يعني عنده، هو فايتر، شخصيه محاربه كده. أيوه. وبعدين طلب 3 تدعيمات، قال لهم انقذوني. احسن حاجه فيه لفتت نظري في فتره بوخم، الراجل ده مرن جدا جدا جدا. يعني هو فاهم ان ظروف النادي ده اصلا. قدرت تعمل تقييم بمناسبه التدعيمات، قدرت تعمل تقييم على التركيبه اللي بيدور عليها او المواصفات اللي دايما شايفها مارسيل كولر كمدير فني انه بيبقى محتاجها في اللعب؟ بص، مارسيل كولر اهم حاجه عنده انت تبقى شخص منضبط. منضبط يعني بيميل اكتر للعيبه المهاريه، بيميل اكتر للعيبه اللي عندهم لياقه بدنيه عاليه، بيميل اكتر للعيبه المنضبطه تكتيكيا اللي هي بتنفذ تعليماته او الادوار اللي بيديها لها في الملعب. هو يحب قوي، يحب قوي. هو المدير الفني طبعا هيبقى عايز الكوكتيل ده، بس يعني هو برضه انضباط لياقه بدنيه، انضباط. يحب اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز. دي بالنسبه له يعني اهم حاجه. تمام. يعني انا من التشكيلات اقدر اوظفك في كذا. بالظبط. من التشكيلات بتاعت منتخب النمسا وبوخم كنت بقعد اراجع التشكيلات كده، يا عم انت لخبطتني. يعني الراجل ده كان ديفندر، هو لخبطنا شويه في نص الموسم برده كده. ده ديفندر، مره باك ليفت، مره مساك. انت مش فاهم هو عمال، بس هو ده مدرب عنده رؤيه وعارف الامكانيات. ايوه. فهو تاني موسم مع بوخم طلع تامن الدوري، وده تالت احسن نتيجه ليهم. ودي بقى المفاجاه، انا حتى كنت قلتها في الحلقه، راح جاب مهاجم محدش يسمع عنه حاجه خالص من الدوري اليوناني. اسمه ثيوفانيس جيكاس، لعيب ساعتها يعتبر ما كانش دولي يعني. اول موسم ليه خدوا اعاره، خلاها هداف الدوري 25 جون. هداف الدوري البوندس ليجا. 25 جون. لما دخلت قعدت شويه ابحث عن اللعيب ده واسمع هو بيقول ايه عن كولر، مرة مع كولر سنه واحده بس. بيحب كولر جدا جدا جدا، وبيقول ان كولر كان دايما يقول له انت لايف انشورنس، يعني انت تامين على الحياه. يعني انت طول ما انت معايا انا بعرف اجيب اجوان. ودي حته نفسيه، يعني زي ما كان بيقول على علي معلول عامل زي المكان القديم. لازم تتعامله بطريقه معينه. هو يعني اسلوبه حتى في الكلام تحسه بيستخدم مصطلحات بسيطه وبتوصل. فلا هو عمل انجاز كبير في بوخم طبعا. فكره انه كمان انت تبقى جاي تشتغل في افريقيا، جاي من اوروبا عموما يعني، ودي اول تجربه تاخدها في افريقيا. اللي اشتغل في افريقيا الى حد كبير جدا مستوعب التجربه، ممكن طبعًا يروح من نادي لنادي، لكن هو فاهم الثقافة هنا عاملة ازاي. لكن انك انت تيجي تنجح، انك انت تعمل البوند دي، الرابطة دي. صح. وان اللعيبة كلها تبقى الليدر الشاطر هو اللي تحت منه. صح. يبقى بيحبه وعايزه، عايز يساعده اكتر من ما يكون خايف منه وخايف من عقابه. فاهم؟